عن ثورات الربيع العربي أمام أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني. حبس عضو حركة 6 إبريل مصطفى زغلول 3 سنوات بسبب تدوينه على الفيسبوك. الشبكة العربية تحيي ذكرى الحقوقي أحمد سيف. وفي النصف الثاني نناقش حال الصحافة في اليوم الأول لسريان قوانين الإعلام مجتمع، فتابعوا. اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان الفراغ الذي افرزته ثورات الربيع العربي استغلته بعض التيارات الدينيه المعروفه باسم الاسلام السياسي. وقال السيسي خلال زيارته لاكاديميه الحزب الشيوعي الصيني في العاصمه الصينيه بكين ان هذه التيارات الدينيه سعت الى استغلال الفرصه للوصول الى الحكم وتولي السلطه دون اكتراث منها باهميه الحفاظ على الدوله الوطنيه او سقوطها. وبفهم خاطئ لحقيقة الواقع الذي تعيشه المنطقة وشعوبها والمفهوم الدولة بشكل عام. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية على الفيسبوك تصريحات السيسي اللي شدد فيها على أن الشعب المصري اختار بإرادته الواعية طريق الإصلاح لينأى بمصر عن خطر الانزلاق والانهيار. وانضم الينا عبر الاقمار الصناعيه جمال الجمل الكاتب الصحفي. اهلا بيك معايا استاذ جمال، شرفتني. ونبتدي في البدايه يعني بشكل عام كده، يعني خطاب الرئيس السيسي النهارده قدام اكاديميه الحزب الشيوعي الصيني، بداوا بالاشاده بالاكاديميه والاشاده بتخرجها لدفعات من القيادات السياسيه والاقتصاديه وقيادات الدوله بشكل عام في الصين، وبعد كده تطرق لخطة الإصلاح الاقتصادي في مصر وأشاد بها أيضا، وأكد على أن في علاقات وثيقة ما بين الصين ومصر على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي. بشكل عام إيه رأيك في مجمل الخطبة النهاردة؟ الحقيقة في جزء بيبقى بروتوكولي دايما لما بيروح رئيس دولة في أي مكان بيجامل وبيقول العبارات الإنشائية الموجودة، يحيي الصرح اللي موجود فيه أو كلام ده. يبدو أن هناك تقارب نفسي بين الإحساس السيسي بفكرة الزعامة، يعني لا ننسى أنه الرئيس الصيني بيتم تعديل الدستور عشان يفضل على طول، ودي حاجة تروق للسيسي شوية. فكرة الشمولية اللي موجودة قد تروقه، فربما هنا المجاملات ممكن يبقى لها بعد سياسي نفسي. لكن الجزء المتعلق بتصريحات السيسي الخاص بثورات الربيع العربي هو الجزء المهم، وهو يعني ينطبق كده على مقولات لامبروزو بتاع يعني المجرم دائما بيحب يحوم حول مكان جريمته. يعني عادة ما يكرر السيسي ألفاظ من نوع والله ما خنا، والله ثورات الربيع العربي احنا كنا بنحمي بيها الدولة وحصل كذا. لكن لو ناقشنا الكلام ده بهدوء شوية هنكتشف انه محاكمة السيسي يمكن ان تتم على اساس ما يقوله بالفعل، لانه لما يوجد فراغ سياسي بعد يناير وثورات الربيع العربي محاولة ملء هذا الفراغ من أي قوى سياسية ده أمر مشروع. الوصول إلى السلطة نفسه أمر مشروع. إذا كان بعض التيارات اقتنصت الوصول إلى السلطة لكي تهدد قوام الدولة أو هويتها، يعني تضرب مؤسساتها أو تغير هوية الدولة، وقوى أخرى تصدت لذلك، علينا أن نحاسبها. يعني علينا أن نتيقن من أنه الأهداف اللي بيقولها السيسي دي هو نفسه مش خطر على هوية الدولة ولا خطر على مؤسساتها. الحقيقة لما نيجي نناقش ده بالأمر الواقع الموجود سنكتشف أن كل المعايير المحترمة لأي دولة كما تقول العلوم السياسية يعني لم تنهار ولم تتعرض لمثل هذه المهانات التي تتعرض لها الدولة المصرية في فترة السيسي. يعني وهنا من هنا يبدأ النقاش والحساب على الفعل الزائف للكلام اللي هو قد يبدو صحيحا إذا اتفقنا عليه وسعينا للمحاسبة.
حضرتك بتقول ان جزء من خطاب الرئيس السيسي النهارده لما بيتكلم عن اقتناص الفرصه وان جماعه استغلت فرصه ان ما فيش حد في الحكم واقتنصت الفرصه وحاولت تفرض هويتها والى اخره، حضرتك بتقول ان ده امر طبيعي، يعني طبيعي ان لما يكون ما فيش حد في السلطه ويكون ينفع الناس تترشح ان هي بتترشح وبتعرض برنامجها والناس بتروح لصندوق الانتخاب واللي بتنتخبها وبتنتخب برنامجها والهويه اللي هي بتحاول تفرضها. لكن الحقيقه ان الكلام ده بيردده حتى بعض قيادات المعارضة نفسهم، يعني المعارضة المدنية في مصر نفسها بتتهم برضو التيارات دي ان هي يعني ان شيء غريب ان هي حاولت ان هي تفرض هويتها. لا الحقيقة يعني هنقول انه قطاع كبير من الشعب المصري شعر بالغضب من منظر او مظهر ودلالة حصار المحكمة الدستورية من جانب الإسلاميين. لكن هذا الغضب يتضاءل بشدة عندما نرى مصر كلها محاصرة ومصر في السجون في فترة السيسي. هناك امتهان شديد للمؤسسات، أداء البرلمان في فترات سابقة حتى فترات السادات ومبارك ويعني وفترة مرسي وما إلى ذلك لم تكن مؤسسات الدولة بهذه الطواعية المهينة والمزلة والخارجة عن أدوارها وتوصيفاتها في الدستور، وهي يعني متعلقة في يد رجل واحد. الحديث عن أنه السيسي عمل نوع من أنواع حماية في الدولة لكي يوفر بيئة استثمار وغيره، فين بيئة الاستثمار؟ يعني دولة خارج المعايير، خارج كل المؤشرات المحترمة، دولة هي اللي بتروج عن نفسها أن هي يعني بتكافح الإرهاب ومليئة بالإرهاب وبتقمع مناطق كتير من شعوبها كما يحدث في سيناء، وهي منطقة استثمار مهمة جدا. طيب ايه البيئة الجاذبة للاستثمار في مصر الفساد في ظل كل هذه الأوضاع اللي عملها السيسي؟ طيب يعني انا اريد ان احاسبه من كلامه، لانه احنا امام نظام بيطبق مقولة او بعض مقولات الناس تبدو كده انه كلام عاقل وكلام محترم وبيتكلم عن حماية الدولة. تعالوا نشوف ما هي الدولة وما هي مكوناتها، وهل السيسي يحميها او يدمرها ويدمر صورتها. انا سمعت مقدمة الفقرات الموجودة في البرنامج وهي فقرات متنوعة متعلقة بالاعلام واشياء اخرى كثيرة والانترنت وحبس النشطاء، يعني على تهم ما شفناهاش ايام قراوش، مش عشان بس ما كانش في انترنت ايام قراوش، لكن ما كانش الظلم وصل الى مداه بهذا الشكل ان يحاكم مواطن على كلمه او على بوست، وكانت النكت والتعبيرات في شوارع مصر موجوده طوال عصور الظلم طوال الوقت، ولم يكن ينكل بالناس بهذا الشكل لرجل بيحاول ان يتحدث عن بناء الدولة وهو يعني يمارس يعني عصابة وبالسطو المسلح، الضرائب والمغارم تفرض على المواطنين ومحدش بيعرف بيدفع الفواتير على ايه. فكل هذه الامور تحتاج الى نوع من انواع النقاش الهادئ فيها. طب الرئيس السيسي برضو وكالعادة تطرق لخطة الاصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة اللي بيتم تنفيذها في الفترة الحالية، وقال ان الخطة دي الشعب فعلا وافق عليها والشعب اللي اختارها بارادته الحرة عشان هو عشان الشعب عايز يبني الدولة، وقال ان الخطة بالفعل ابتدت تؤتي ثمارها والى اخره من الكلام ده. هل حضرتك شايف ان الشعب اختارها فعلا؟ يعني في هل في اي مرحلة من مراحل صنع القرار ووضع هذه الخطة تم استشارة الشعب، ولا باي شكل بيقرر الرئيس السيسي ان الشعب موافق على هذه الخطة اللي بالتاكيد ما بيدفعش ثمنها غير الشعب حتى الان؟ والحقيقة في معايير للحكم على اي حاجة، من بينها هل الشعب يختار؟ يعني الشعب بيحكم على الكلمة، هل ده شعب بيختار؟ طيب مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، يعني حالة الرضا لدى المواطنين، في مؤشر في السياسة اسمه مؤشر الرضا، يعني المواطن ممكن ترفع الأسعار شوية لكن حاسس بالأمل في المستقبل، شايف خدمات جيدة، شايف سرعة الإنترنت بتتعدل، شايف الإعلام بيقدم له خدمات جيدة، الشوارع بتترصف، يعني شايف بيدفع فلوس عشان في خدمات وتحسينات في التعليم والصحة وما إلى ذلك. لكن الشعب ناقم جدا وبيقهر، يعني ولا يعرف، بيسأل أسئلة كتيرة جدا، لماذا تم حفر الجزء التفريعة بتاعت قناة السويس، لماذا تبنى العاصمة الإدارية الجديدة، أين تذهب أموال الديون، كل المسائل دي كلها، لماذا يتم الاقتراض بهذا الشكل الواسع جدا. ده اللي الشعب بيقوله. طيب هل بنسمع كلام الشعب؟ يعني هل الكتاب خبراء الاقتصاد المواطنين على فيسبوك بيشعروا بالأمان وهم بيتكلموا علشان نعرف
أو السيسي يقول لنا أن دي اختيارات الشعب في القرارات اللي هو بيعملها، ولا التكميم ده هو نفسه بيزيف إرادة الشعب أو ما يسميه بأنه الشعب هو الذي اختار. بس برضه في نفس الوقت استاذ جمال، يعني حضرتك بتقول الاراء الموجوده على الفيسبوك والكتاب والخبراء الاقتصاديين اللي بيقولوا، فاكيد يعني الموجودين بالحكم والسلطه هتقول لا، ما في خبراء برضه بيؤكدوا ان خطه الاصلاح دي ممتازه، وهو بالفعل في موجود يعني، وان كان الشعب في منهم معارض على الفيسبوك فهم لا يمثلوا ملايين الشعب المصري اللي تخطى 100 مليون، ده غير ان في برضه موجود على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الناس كتير بتتغنى بخطه الإصلاح الاقتصادي وإزاي إن هي فعلا بتؤتي ثمارها بالنسبة لهم يعني على الأقل، فحتى خطاب حضرتك مردود عليه، لا حضرتك شايف إن الشعب مش عاجبه، بيتساءل هو مش شايف إن في أي مؤشرات لأن الشعب مش عاجبه، لا الشعب عاجبه. الكلام العلمي لما تكون في أدلة في أي قضية أو حتى في النظام القضاء الأمريكي في الجنائي بنوصل لمسألة كلمتي أمام كلمتك. لما بتغيب الأدلة القاطعة فندخل في هذه المناحرة، يعني التناحر الإعلامي، إنه فلان يقول حلو وفلان يقول وحش. لكن لما بتكون هناك معايير يعني علمية واضحة جدا، مؤشرات في الاقتصاد احنا بنتحاسب عليها، لا يوجد داعي لأنك تقول رأيك في إن اللي قدامنا دي شجرة ولا قطة، لأنه هنا الكلام بيبقى معلوماتي انفورميشن موجودة بشكل أساسي. ما هي وضعية الاقتصاد المصري؟ نسبنا من خبراء أو جنرالات المقاهي، وبالمقابل خبراء الاستراتيجيين اللي بتطلقهم الدولة عن طريق إعلامها المنظم واللي بيشتغل بالتوجيهات. ده كلام، ده هذا لغو سياسي بعيد عن الواقع الرقمي وبعيد عن الاقتصاد وبعيد عن المؤشرات العالمية نفسها، اللي هي مش خصم سياسي يسعى إلى إطاحة السيسي والجلوس مكانه. مؤشرات شفافية، مؤشرات التجارة، مؤشرات الديون، كل المسائل دي كلها بتتكلم عن أنه يعني مصر في مأزق كبير جدا، مش المعارضة اللي في الداخل اللي بتقول. احنا لما بنردد هذا الكلام بنردده بشكل علمي، ثم نكتشف أو نقتطع من تصريحات السيسي نفسه الكثير من الأمور اللي بيتكلم فيها عن أزمة عميقة وعن خطر وجودي بيهدد الحالة المصرية كاملة. طيب السؤال، هل تم إصلاحه؟ هل الإجراءات اللي بتتم، هل طريقة إنفاق حتى القروض اللي خدتها مصر، هل هي دي الوجهة الصحيحة؟ هل هناك سماع لآراء هؤلاء الخبراء ودراستها بشكل جيد؟ ولا المطلوب أنه في غاغة إعلامية دايرة أو بيسميهم الشارع نفسه المطبلطية؟ يعني هل هذا النظام بيحاول أنه هو يتكلم بشكل علمي عن المآزق اللي موجودة والمشاكل اللي موجودة في الاقتصاد وغير الاقتصاد، ويجيب زي ما بيجيب حكام أجانب في الدوري المصري في المباراة الحساسة، نعمل مؤتمر اقتصادي دولي ونجيب بعض الخبراء لتقييم الاقتصاد المصري والحديث عن توجيه الموارد اللي موجودة والحديث عن حالات الانفاق وكيف يدير السيسي ثروة البلاد؟ هل بيعمل بستين مليار رفع الروح المعنوية، ولا كنا نعمل بيهم مولد كده ولا ملاهي يومين، ولا نسيب الناس تحتفل في الشوارع وفي العيد وتعمل كرنفالات أرخص من كده بكتير؟ دي الأسئلة اللي احنا محتاجين نقف قدامها بهدوء، لأنه فكرة الخناقة الإعلامية دي عادة بتصب في صالح النظام لأنه مسيطر على المجال العام ومكمم آراء كل المعارضين ليه. طب أستاذ جمال، لو عدنا مرة أخرى للصين، وهي الحقيقة الصين من الأمثلة المحيرة، يعني مؤيدي النظام مثلا بيستخدموها على أنها هي يا جماعة دولة ديكتاتورية، هي ودولة الحزب الواحد، وبيعدلوا الدستور عشان الرئيس يحكم إلى آخر المنتهى، ومع ذلك دولة ناجحة جدا وصاحبة اقتصاد قوي. وفي نفس الوقت برضو المعارضين بيستخدموها ان هي دولة تعداد سكانها حوالي 106 مليار نسمة، والاقتصاد بتاعها نجح ولا تشتكي كل هذه الشكوى وتطلع تقول احنا فقراء والى اخره. يعني ايه رأي حضرتك يا فندم في الجدل ده؟ انا عندي يعني معلومات بانه كان يعني في ملاحظات كثيرة من الزيارات الاولى، سيسي زيارته الى الصين متكررة من الدول يعني المحظوظة بزيارات السيسي، وانه كان في نوع من انواع النقد الداخلي وبعضه تسرب للسيسي واتفاقاته، وانه كان عامل اتفاقات في الزياره الاولى جيده، الصين كانت بتعتبرها نوع من انواع
يعني الهدية لمصر، لأن الصين لها مجال نفوذ اقتصادي كبير وبتسعى إلى دور كبير في أفريقيا، ومصر بوابة مهمة وتؤمن شغلها في هذا المجال، وكانت بتسعى لدعم مصر لكي تمكن وجودها في أفريقيا في يعني في إطار المنافسات اللي بدأت تتصاعد بينها وبين أوروبا وأمريكا، لأن أفريقيا هتبقى ملعب كبير جدا خلال السنوات القليلة القادمة. لكن الصينيين متحفظين بطبعهم، هناك مشاكل متعلقة بحقوق الإنسان في الصين، هناك تاريخ من الدولة المركزية الشمولية والحزب الواحد وما إلى ذلك، لكن هناك اهتمام بالتنمية بشكل حقيقي، يعني هناك نموذج للإنتاج بيغزو العالم بيعوض كثير من الملاحظات اللي يمكن الصبر عليها في النظام. لو احنا قدام نظام بيحارب اسرائيل وبيعادي مشروع التوسع العدواني اللي بيهمش المنطقة كلها ويجعلها تليلة يعني ذليلة في هذا الملف، اللي بيحاول ان هو يقف بتوازن في ملف التبعية لأمريكا او حتى التبعية الإقليمية اللي موجودة، لكن انا مش شايف اقدر ادفع ثمنه. يعني لو انت عامل لي حياة كريمة في الداخل وعمل لي كرامة في الوضع الإقليمي وعمل لي اعتبار في الوضع الدولي، أنا ممكن أسمح شوية بأن أنا يا جماعة نتحفظ ونقول كلامنا، أصل الراجل بيبني والراجل بيعمر وبنحارب على الحدود، الشعب نفسه هيسكت. لكن لما تبقى أنت منبطح في صراعك مع إسرائيل وهي اللي بتقود المنطقة بشكل كامل، لما يبقى أنت تابع إقليميا ودوليا بشكل مهين ومزل للمواطن المصري، أمريكا بتحاول أن هي يعني تضرب تركيا بشدة على قس مواطن فرد، بينما المصريين يهانون في كل مكان في العالم بتواطؤ من النظام الحاكم الموجود. فلماذا أصبر على هذا النظام؟ يعني ما هو المغنم الوحيد اللي يمكن أن يعود على المواطن عشان نقايد به حريته أو نقايد به أي شيء آخر؟ المسألة يعني تبدو أنه لا توجد جزرة في يد النظام يعطيها لشعبه، لا توجد إلا العصا في يد السيسي. احنا بنشكرك، كنت معانا عبر الأقمار الصناعية أستاذ جمال الجمل الكاتب الصحفي، شرفتني أستاذ جمال. عقبت محكمة جنايات طنطا أمس على عضو حركة 6 إبريل مصطفى زغلول بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بدعوى تورطه في الترويج لأفكار ومعلومات عدائية للدولة المصرية والتحريض على الشغب والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وصدر قرار المحكمة برئاسة المستشار جمال عقرب وعضويه المستشارين سامي بريك وأيمن الصحن، وفي القضية رقم 708 لسنة 2018 جنايات ثاني طنطا، على خلفية اتهام عضو حركة 6 إبريل بنشر تدوينات على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك من شأنها الترويج لأفكار ومعلومات داعية لارتكاب أعمال إرهابية. انضم إلينا عبر الهاتف محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل. أهلا بيك معايا يا محمد، وفي البداية هل عندنا معلومات يعني مصطفى إيه علاقته تحديدا ب 6 إبريل مصطفى زغلول؟ بخير يا فندم. الحقيقة أن احنا شفنا الخبر في الجرائد زي ما الناس كلها شافت، والحقيقة أن احنا أول مرة نسمع عن مصطفى، يعني ما يعني أول مرة نعرف أن في عضو طنطا اسمه مصطفى زغلول. فأنا مش عارف هل هي دي من ضمن الاتهامات المعلبة اللي بتتوجه للناس إخوان وستة إبريل وغيره، ولا هو فعلا عضو، فإحنا مش عارفين. أنتوا ما قدرتوش توصلوا لأي معلومات يعني عن مصطفى زغلول خالص على الإطلاق؟ لا خالص، اللي احنا وصلنا له إن هو كان اتقبض عليه في 21 يناير اللي فات، وكان بيلم توكيلات للمرشح الحزب وقتها المحتمل خالد علي عشان الانتخابات الرئاسية. وحتى أصدقائه يعني قالوا لنا إن هو كل التحقيقات اللي حصلت معاه كانت بخصوص جمع التوكيلات لخالد علي، فبالتالي الموضوع ما كانش ليه علاقة بستة إبريل خالص. يعني فاللي حصل إن هم في الآخر اللي اتهم اللي بيقولوا في النيابة إن هو ستة إبريل، في حين التحقيقات كانت بخصوص الانتخابات. طب هل عندكم فكرة إذا كان يعني أنتوا بتقولوا كان بيلم توكيلات لخالد علي، هل هو عضو مثلا في العيش والحرية؟ لا ما أعتقدش برضه، لأن الحزب برضه ما عندوش معلومة. يعني حتى اللي سألنا عليهم في الأحزاب التانية الدستور والعيش والحرية ما قالوش إن هو عنده معلومة عن مصطفى خالص. طب هل قدرتم توصلوا للمحامي مصطفى تعرفوا إيه اللي حصل بالظبط معاه؟ للاسف لا، احنا اعتقدنا شخصي يعني ان هو كان فرد عادي جدا من ضمن الناس اللي كانت متحمسه لخالد في الانتخابات،
فبالتالي زي اي حد كان متحمس للمرشح بتاعه كان بيلم توكيلات وكان بيحاول يقدمها بصوره قانونيه من ضمن العمليه الديمقراطيه المفروض ديمقراطيه الانتخابات الرئاسيه. لكن احنا يعني عايز اقول لك حاجه، يعني احنا لما نلاقي واحد زي سامي عماد كان رئيس اركان حرب طلب عليه، وكل مرشحين الرئاسه تقريبا احمد شفيق كان بيقول ناوي جابوه مترحل من الامارات، فمش هتبقى صعب عليهم ان هم يمسكوا شخص كان بيلم توكيلات للمرشح بتاعه. طيب يعني لو الاتهام اللي اتوجه لمصطفى واللي بناء عليه اخذ يعني من ضمن الاتهامات واللي بناء عليه اخذ 3 سنين هو انضمامه لجماعه 6 ابريل. الحقيقه ان في المعتاد وانا يعني بصراحه يا محمد بستعرض نوع انواع كثيره من القضايا اللي بتكون على خلفيه سياسيه او على خلفيه حريه التعبير زي كده، بس دائما ما بتكون الاتهام يعني مبهم، الانضمام لجماعة قائمة ضد الدستور، الانضمام إلى جماعة محظورة وإلى آخره. يعني إيه في رأيك يعني المرة دي تم ذكر 6 إبريل تحديدا، إيه التغيير اللي ممكن يحصل بناء على كده؟ والله هو ده من ضمن المهزلة اللي احنا بنشوفها مع النظام الحالي، يعني حركة شباب 6 إبريل نفسها الفرد حتى أن مصطفى كان فيها، الحركة كانت مرشحة لجائزة نوبل للسلام بعد ثورة 25 يناير 2011، فهي اصلا حركه لا تدعو للعنف تماما، وكل كلامها عباره عن دعوات للتغيير السلمي للاوضاع الحاليه. يعني عمرنا ما حرضنا على عنف او ارهاب، بالعكس يعني احنا لما بتحصل عمليه ارهابيه او حد بيموت نتيجه هجمات ارهابيه بندين ده وبنقول ده مش طريق صحيح لان الدم بيجيب دم. فالحركه نفسها في توجهها وفكرها وكلامها وكل الحاجات دي ضد العنف اصلا، فانت اللي هو بالعافيه انت ارهابي او انت بتدعو للعنف وحاول تثبت عكس ده. للاسف يعني اللي انا يعني اللي احنا شايفينه برضو ان النيابه ما بتقومش بدورها في ان هي مثلا تراجع التحديات اللي بتوصل لها او تراجع منطقيه الاتهامات اللي بتجي لها، لا هي بتستسهل دايما الحبس على ذمه قواضي سياسيه او نشر او غيره وتقول ارهابيه وخلاص. ده واضح احنا بنشوفه، يعني لما نلاقي واحد زي رئيس اركان زي سامي عنان بيطلع عليه مع الاخوان واللي هم بيدعوا للارهاب على كلامهم، المعصوم مرزوق اللي هو ناصري وقومي بيطلع عليه اخوانه وبيدعوا برضه لقلب نظام الحكم والعنف والكلام ده كله. يعني معصوم مرزوق ده كان راجل مقاتل في حد 6 اكتوبر، فده مستحيل يكون ضد الدوله مثلا يعني او ضد مصلحه الوطن، ولكن هي اتهامات معلبه وكلام معلب بقى محفوظ وبيتقال على طول وزي باكج كده على بعض، بتتاخد اول ما بتخش انت بتحرض على قلب نظام الحكم والعنف والارهاب، في حين حقيقه الامر يعني اغلب اللي في السجون كلهم ناس يا اما كانوا في احزاب يا اما دكاتره جامعه يا اما محامين يا اما غيرهم. طب محمد انتوا في كام عضو؟ هل عندكم حصر بعدد الاعضاء المنتمين لشباب 6 ابريل لحركه شباب 6 ابريل وموجودين في السجون على خلفيه قضايا متعلقه بحريه التعبير او بممارسات سياسيه؟ اللي في السجون كانوا كتير، بس دلوقتي بقى عندنا حوالي 4 أو 5 المتبقيين اللي هم يعني يعتبروا من القيادات. لكن فكره بقى حصر الاعضاء بالكامل طبعا دي مش متوفره او موجوده. مش متوفر حصر الاعضاء، العدد الاعضاء بالكامل عندكم؟ ها طبعا، لان في وضع زي ده يعني عايز اقول لك يعني الناس بتتمسك عشان كتبت بوست على الفيسبوك، فاهم قصدي؟ فمش صحيح يعني من وجهه نظرنا طبعا ده خطر، ان حتى محاوله عمل حصر زي ده وان هو يبقى موجود ممكن يمثل خطر على الناس الفتره دي. طب محمد على ذكرك على ان الناس بتتمسك عشان كتبت بوست على الفيسبوك، ايه رايك ايه تاثير قانون مكافحه جرائم الانترنت على حريه التعبير بشكل عام؟ كارثه طبعا، يعني واعتقد ان حتى في كل الصحف الدوليه الناس كلها بتسخر مننا، يعني الناس حتى بتقول يعني اصل عشان لو عنده 5000 فولور يعتبر يعامل معامله الجريده. طبعا ده كلام يعني فاشي، يعني بالتعريف فاشي. مراقبه المواقع الاجتماعيه ومراقبه الناس ان هي بتكتب بس بتعمل ان هي كتبت راي او كتبت وجهه نظر ممكن يعرضوا للمحاكمه، طبعا دي اجواء قديمه قوي، يعني اجواء ما قبل حتى الاعلام، يعني من ايام جمال عبد الناصر وهتلر وكل النماذج دي وكوريا الشماليه وكل الكلام ده. فبالتالي يعني طبعا للاسف الناس حتى لو عايزه تفهم الناس بره بيبصوا لنا ازاي، راجعوا التعليقات على قوانين زي دي. القوانين دي مكبله للحريات وما بتساعدش على ان الناس تعبر عن رايها بحريه. الدوله بتدعي ان في حريه، ولكن في الاخر لما يطلع قانون زي ده يبقى معناه انك انت بتدي اطار قانوني لاعتقاد الناس. يعني
احنا بنشكرك عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 ابريل محمد نبيل، شرفتنا يا محمد. نظمت أمس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤتمر بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل الحقوقي البارز أحمد سيف. ويأتي المؤتمر الذي يتحدث فيه عدد من المحامين عن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر بعنوان الانتهاكات غير المسبوقة لحرية التعبير. شارك في المؤتمر عدد من الصحفيين والسياسيين والنشطاء بالإضافة لعائلة سيف. كاميرا بتوقيت مصر كانت هناك حاضرة المؤتمر. هنسيبكم مع اللي رصدته الكاميرا ونخرج بعديه الفاصل قصير ونعود لاستكمال فقرات. ممكن الإعلام يضلل، ممكن السياسيين يضللون، ممكن خلافاتنا بيننا وبين بعض تعطل وحدتنا من أجل العمل لاستعادة الرجال. أنا متأكد رغم كل هذه الإمكانيات إن الجيل اللي موجود في السجون النهارده هو الجيل اللي اتربى على تقارير 2005 و2006 اللي كسرت تقارير الجيل السياسي. أربع سنين على يعني رحيل أحمد سيف، لكن في الحقيقة اللي خلف ما ماتش. وسيف مش بس عنده علاء ومنى وسناء، سيف عنده عشرات ومئات ومئات من المحامين الشباب اللي لسه يعني صوت سيف في دماغهم وهم بيجروا في المحاكم وفي النيابات. والله يرحم الشهداء ايام الثوره اللي كانوا بيبقوا موجودين في المشرحة والمحاكمات العسكرية والكتب والمراجع ومواقفه اللي في الحياة عمرها ما عرفت ماسك العصاية من النص موجودين. فهي دي الذكرى اللي باقية في الحقيقة لسيف، إنه اللي حارب عشانه، اللي سجن عشانه، اللي دافع يعني دافع طول حياته عشانها موجودة في تلاميذه وفي أسرته وفي أصدقائه وفي المؤسسات اللي في الشبكة اللي بتستضيف النهاردة الذكرى الرابعة، من المؤسسات اللي ساعد في بنائها وأسس وعلم المحامين اللي موجودين فيها. بنختار موضوع للاحتفال بذكراه النهاردة، كان موضوع في الحقيقة كمان ملمس مع قضية مهمة بدأت تغيب عن مصر، قضية حرية التعبير اللي بمناسبتها بالصدفة امبارح والنهاردة قوانين حصار وقتل الصحافة والإعلام. النهاردة صدق السيسي على قوانين إعدام الصحافة. الحقيقة واللي هي مش مجرد إعدام الصحافة، هي مصادرة الكلام بشكل عام. هي القضية أنهم لا يريدون كلاما في هذا المجتمع، بدليل أن القانون اللي جاي ينظم عمل الصحافة بتمتد سلطاته دلوقتي في المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لصفحات الشخصية على مواقع التواصل اللي عنده 5000 صفحة. بيتم بيعطي مجلس أعلى الإعلام اللي هو سلطة المفروض مش مختصة عليه بأنها حق في المصادرة. النهارده طلع قانون هو ينهي يعني يحاول مصادره الكلام، يستكمل الاجهاز على الصحافه المصريه اللي هي بلا مواربه بتعيش أسوأ اوضاعها، ربما الوضع الأسوأ في تاريخها. لو احنا اتكلمنا على مستوى الاحصائيات او على مستوى البنيه القانونيه الحاكمه او على مستوى طبيعه الملكيه الاستاذ هشام بيتكلم واستفاض فيها، او على مستوى العمل النقابي اللي هو ودور النقابي بخلاف بقى اوضاع ان حريه الراي والتعبير بتتجاوز العمل الاعلامي والصحفي لكل وسائل التعبير عن الراي بما فيها ما يجري مع مؤسسات المجتمع المدني، ما يجري مع التنظيمات العماليه، ما يجري مع الاحزاب، واللي هو اغلاق تام ومصادره كامله للعمل العام. هي سلطه مستبده، سلطه ديكتاتوريه، هي ادراك، هي جايه عندها اجنده. الحقيقه ما بعرفش اتعامل مع انها سلطه عبيطه ولا لا، هي عندها اجنده جاءت لتجهز لتسكت الجميع بشكل كامل. انتهاكات على جميع النواحي، يعني في ناس محكوم عليها بالاعدام، بعضهم في قضايا حتى ما فيهاش اتهام بالقتل، في سجن مقفول
اللي هو في الحراسة واحد بقاله أكتر من سنة محدش عارف يزور فيه. في ناس مقبوض عليها لمجرد الضغط على أهلها زي إخوات جبناجيب وزينة بنت بنت علم قرضاوي وزوجها. في اختفاء قصري، في تصفيات، في كل، في طبعا محافظة بحالها متقدرة شمال سيناء وبيتعامل فيها ممارسات ما تفرقش عن أي ممارسات قوات الاحتلال. في يعني مستوى من إهدار الآدمية، ده غير وده كل ده غير طبعا الأزمات الاقتصادية وتصاعد الفقر والناس اللي مش لاقية تاكل والناس اللي بتاكل من السماء و و و و الوضع كله الحقيقة رهيب. أهلا بكم من جديد. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي حمل رقم 180 لسنة 2018 بعد يومين من نشر جريدة رسمية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام. وظلت قوانين تنظيم الصحافة والإعلام لأكثر من عامين هدف تسعى له الجماعة الصحفية والإعلامية ليخرج بالشكل الذي يضمن لهم الاستقلالية والحرية في أداء العمل الصحفي والإعلام، إلا أنه خرج بصورة اللي احنا شايفينها دي، بصورة محبطة للجماعة الصحفية نفسها، مواجها عدة انتقادات من قبل البعض عقب إقراره بشكل نهائي. خلينا نتابع التقرير ونرجع نبدأ النقاش. بعد طول انتظار وشد وجذب في أروقة مجلس النواب واعتراضات شديدة من أبناء المهنة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم الإعلام. وبهذا بدأ العمل اليوم بالقانون الذي لقبه بعض الصحفيين بقانون قتل الصحافة الجديد. وقد تم مراجعة وتعديل القانون بعد مذكرة من قسم التشريع في مجلس الدولة تشير إلى شبهة العوارض الدستوري في بعض المواد. ولكن تبقت انتقادات عدة من قبل صحفيين وحقوقيين، ابتداء من التوسع الشديد في الاختصاصات والصلاحيات لدى المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام من خلال القانون والذي قد يحد من حرية الصحافة بشكل عام وفرض سيطرة عامة على لوائح تؤثر على قدرة الصحفي بممارسة عمله بحرية بعيدا عن الاعتبارات السياسية، إلى جانب التقييد الشديد على الصحافة الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. فبموجب القانون الذي أقره البرلمان شهر يوليو الماضي يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5000 أو أكثر، وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، لينضم إلى قانون جرائم تقنية المعلومات والذي نص على عقوبة السجن عاما وغرامة تتراوح ما بين 50,000 و 100,000 جنيه مصري لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص. وبتمرير هذا القانون أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تحت حصار شامل. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية شريف هلالي المحامي والباحث الحقوقي، وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الصناعية من بيروت أحمد عبدين الكاتب الصحفي. أهلا بكم معايا، شرفتوني. ويعني خلينا نبدأ من ناحية قانونية أستاذ شريف، ويعني القانون خلينا أقول إنه حصل عليه خلاف الحقيقة ما بين الجماعة الصحفية، بعض جزء من الجماعة الصحفية شافت إنه هو مدافع لحقوق الصحفيين ومدافع للمهنة ومدافع لحرية الرأي والتعبير، جزء تاني اعتبرته بشكل واضح وصريح هو موت لمهنة الصحافة في مصر. من وجهة نظر قانونية يا فندم، إيه رأيك في مواد القانون؟
في الحقيقة يعني أغلبية الجماعة الصحفية خاصة التي تتبنى مبدأ حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ترى في هذا القانون كثير من الملاحظات في علاقتها بمفهوم حرية الرأي والتعبير بشكل عام. ممكن نلاقي بعض المواد موجودة بشكل إيجابي، زي مثلا يبقى في حد أدنى وحد أقصى للأجور، أن يبقى في صندوق تخصصه كل مؤسسة إعلامية خاص بالتأمين الاجتماعي داخل المؤسسة، في بعض النص على حقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات. لكن في الحقيقة الشكل العام للقانون هو يفرض عشرات القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية النشر، ويكرس من المجلس الوطني لتنظيم الإعلام يعني صاحب السلطة الوحيدة والأساسية في فرض هذه القيود، من أول منع الترخيص للمؤسسة الإعلامية لحجب المواد في هذه الوسيلة الإعلامية. فبالتالي وحتى يعني في مثلا مادة بتشير إلى أنه حظر وقف تنفيذ العقوبة التي يفرضها المجلس الوطني لتنظيم الإعلام إذا تم الطعن فيها حتى أمام القضاء، إلا إذا قرر المجلس ذلك أو إذا حكم القضاء بعد رفع الدعوى القضائية ضد المجلس. فده مبدأ قانوني غير معمول به في كل النظم القضائية، إنه يعني أنا برفع طعن فالمفروض يتم وقف تنفيذ قرار الجهة اللي أنا بطعن فيها. في الحقيقة كمان القانون بيكرس فكرة الجوانب المالية، يعني المبالغ المالية الضخمة المطلوبة لإنشاء المؤسسات الإعلامية، بنتكلم عن 6 مليون جنيه لإنشاء الصحيفة الخاصة اليومية، 4 مليون لإنشاء الصحيفة الأسبوعية، الموقع الإلكتروني محتاج 100,000 جنيه. يعني إن إحنا بالمقارنة بالمبالغ اللي كانت مفروضة قبل كده مبالغ أكبر بكثير، من يعني كان 1,000,000 جنيه مفروض في ظل القوانين السابقة لإنشاء الصحيفة اليومية. كمان في الحقيقة من القانون مثلا بيتكلم يعني عن حظر فرض رقابة على الصحف أو النشر أو منعها من الصدور إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة. يجوز في هذه الحالات أنه المجلس الوطني لتنظيم الإعلام أنه يطلب حجب بعض المواد أو مادة التي يرى أنها مخالفة للقانون أو الدستور أو النظام العام والأداب العامة. طب ماذا عن حجب المواقع؟ يعني هناك المئات من المواقع المصرية محجوبة عن المواطن المصري، واللي في الحقيقة ما فيش قرارات قضائية بهذا الشأن، ومحجوبة من قبل القانون نفسه أصلا، وما زالت محجوبة حتى الآن. بالظبط، كيف يتم التعامل معها الآن؟ يعني المفترض أن هذه المواقع يتم فك حجبها تكون سهلة الوصول للمواطن المصري. يعني هناك مشكلة. كمان القانون بيتردد ما بين فكرة الإخطار بإنشاء المؤسسة الإعلامية والترخيص. يعني هو الدستور بيتكلم عن الإخطار، هو بعض المواد يتحدث عن الإخطار وفق الشروط اللي بيتضمنها القانون، وفي مواد أخرى يتحدث عن سقطة أو فكرة الترخيص. الترخيص هنا فكرة غير ديمقراطية. ده ناهيك بقى عن عشرات طب يعني النقطة دي تحديدا يا أستاذ شريف، يعني جماعة الصحفية في النقطة دي تحديدا، ان الدستور بيقول ان الصحف بالاخطار فقط، والقانون هنا هو تقريبا يعني شبه يعني عملها بترخيص او مش عارفة اقول ترخيص بالموافقة، يعني لسه في النهاية برضو حتى ذكر كلمة ترخيص. فهل يعني جماعة الصحفية بتقول ده عوار دستوري المؤسسات الإعلامية؟ بالطبع. يعني احنا حتى فكره الاختيار رغم ان هي موجوده في الدستور في انشاء المنظمات الاهليه والنقابيه، لانه في الحقيقه ده في حقيقته ترخيص بيتم وفق القوانين الخاصه بيها، انه لازم الجهه الاداريه توافق على تاسيسها، وبعدين لو ما وافقتش المؤسسي الوسيله الاعلاميه او المنظمه يروحوا للقضاء الاداري يطعنوا في مساله الرفض. فاحنا هنا حتى لو خدنا فكره الاختيار شكلا، انما في الحقيقه هو ترخيص، يعني ترخيص. ولو انت ما عملتش الاجراءات المنصوص عليها في القانون بتروح تطعن. المفروض انه انا الاختار دي، يعني الاختار ماذا يعني الاختار؟ انه انا بيعتبر ان انا منشأ كمؤسسه او كشخص اعتباري، اذا الجهه الاداريه شافت ان انا مخالف لبعض المواد المنصوص عليها في القانون هي التي تذهب الى الطعن امام القضاء، وليس المؤسسين هم الذين يذهبون. يعني في كل القوانين التي صدرت خلال السنوات الماضيه، من اول قانون الجمعيات الاهليه للتنظيمات النقابيه حتى القانون الاخير، في
الحقيقة كلها تضرب فكرة الإخطار في مقتل، يعني سواء في إنشاء المؤسسات الإعلامية أو غيرها. ده ناهيك بقى عن كل المصطلحات الكبيرة والعامة جدا. طب خلينا احنا نرجع تاني لأستاذ شريف للمصطلحات المطاطة اللي تم استخدامها في القانون، بس خليني أروح لأحمد. وأحمد يعني خلاص القانون تم إقراره وصدر بالجريدة الرسمية وصدق عليه الرئيس السيسي، اللي كانت الجماعة الصحفية الرافضة للقانون بتناشد الرئيس السيسي في الأيام الأخيرة أنه هو لا يرفض التصديق عليه، يعني الرئيس صدق عليه وأصبح أمر واقع. هل في إيد الجماعة الصحفية فعل أي شيء للحفاظ على المهنة، اللي هم عدد كبير منهم بالفعل بيعتبروه موت للمهنة تماما، ولا خلاص ما عادش في قدامهم أي خيار غير الالتزام بالقانون؟ مساء الخير يا أستاذة. الحقيقة يعني في الوضع الحالي اللي بتعيشه مصر، كل اللي يقدر عليه الصحفيين عملوه بالتنديد والاحتجاج. يمكن في إجراءات تانية ممكن تحصل ولكن أنا بستبعدها، زي مثلا حجب الصحف أو إصدار الصحف بيضاء زي ما بنشوف، أو زي ما شفنا في أمريكا مثلا إصدار 350 صحيفة في الولايات المتحدة بنفس الكفر لحماية الصحفيين. بس طبعا الوضع مختلف تماما، احنا بنعيش فصل من فصول او فصل اسود من فصول رواية 1984. التقييد حرية الرأي والتعبير بشكل كامل، لو حطينا الثلاث قوانين الاخيرة مع قانون الجريمة الالكترونية، فاحنا بنتكلم على ان كل كلمة بتكتب او بتنطق في اي وسيلة الكترونية او مرئية او مسموعة او مكتوبة هي ملك للدولة، يحق لها ان هي تعاقب اي حد بمواد مطاطة بمرادفات غير مفهومة. عندنا كلمة الامن القومي اللي صدرت في كل القوانين اللي بتضع كل انسان تحت طائلة او تحت يد الجهات الحكومية وتحت يد النظام الحاكم بالسجن وبالحبس وبالتقييد. كل دي عبارة عن آليات لتكميم كل شخص ممكن يكتب أي كلمة، سواء على موقع إلكتروني، سواء على حسابه الشخصي، سواء على في جريدة أو في موقع إلكتروني. فما أعتقدش أن الوضع القاتم ده بقى فيه أي شيء للتحرك من الداخل. الموضوع بقى صعب على الجماعة الصحفية، يعني حتى كمان لما شفنا الضغط على نقيب الصحفيين لعقد جمعية عمومية طارئة، النقيب بالمخالفة لقانون الداخلي للنقابة رفض وما سمعش للتوقعات. يغير القانون الداخلي للنقابة خلاص، بيتكلم من النهاردة على تغيير وتعديل قوانين النقابة نفسها. ده طبيعي، يعني ده طبيعي لانه المفروض في بنود وردت في القوانين الجديده غير متفق مع قانون النقابه، فلازم تتغير. بس احنا بنتكلم في قبل ده، بنتكلم في 410 موقع تقريبا محجوبين بلا اي سند قانوني، بلا اي حتى قرار ممكن تطعني عليه، بشيء من البلطجه تامه، ما فيش اي حاجه ممكن تبرر اللي بيحصل دوت. القوانين اللي بتحصل يعني اللي انا شايفه ان هو كل اللي فيه ان هو تقنين لما تفعله السلطه وتفعله الاجهزه الامنيه في مصر. كل شيء بيتم، كل الادوات التشريعيه، البرلمان حاليا ما هو الا عباره عن ختم الدوله بتختم بيه اجراءاتها القمعيه غير الدستوريه وغير العادله. هو كل اللي فيها ان احنا بنقنن الاجراءات غير القانونيه اللي موجوده. جوهر العمل الصحفي اللي احنا نعرفه واللي بنشتغل فيه بقالنا سنين طويلة واللي قريناه، القوانين دي بتدهسه دهس. يعني فكرة ان انت اي مسؤول حكومي او مسؤول نيابي ان انت لا تتعرضي لشخصه او تنشري حاجة عنه يعني الفاظ مطاطة الا ان تكون وثيقة الصلة بعمله بتعاقب بالحبس. طيب لو انت صحفي. طب احمد خليني اخد النقطه دي تحديدا واروح بيها الاستاذ شريف. يعني النقطه اللي اثرها الماده اللي اثرها احمد دي الحقيقه ماده مهمه، ان هو بيقول ان الصحافه لا تتعرض للحياه الشخصيه للمواطنين، فما فيش تعريف محدد مين المواطنين دول. وفي تكمله الماده بيقول للشخصيات اللي بتعمل في العمل العام، للشخصيات النيابيه والى اخره، ممنوع التعرض لحياتهم الخاصة إلا إذا كانت وثيقة الصلة بالعمل اللي بيقوموا بيه وإلى آخره من المادة. الحقيقة أنا مش قدام القانون دلوقتي، بس أنا طبعا بالفعل يعني كصحفية وإعلامية الحقيقة ذاكرته كويس.
ما فيش تحديد بالظبط. يعني انا دلوقتي زي ما احمد بيقول انا صحفي وعايز اكلم مثلا عن المسؤول الفلاني اللي هو اصلا بحكم الدستور المفروض ينشر الذمه الماليه بتاعته وما نشرهاش، وعايز انا اعمل تحقيق صحفي مثلا عن فيلا جديده اشتراها، هل ده حياته الشخصيه ولا مش حياته الشخصيه؟ هل انا اقع تحت طائله القانون بالشكل ده ولا لا اقع تحت طائله القانون؟ ما هو شوفي، ما انا بقول لك دي مشكله الالفاظ القانونيه اللي استخدمها القانون. فكره لو بنتكلم عن الاشخاص اللي هم مكلفين بصفه نيابيه عامه، يعني عضو مجلس نواب، عضو محليات، او موظف عام، يعني هو في ثلاث فئات من الشخصيات اتكلم عنها القانون، اللي هو المكلف بخدمه عموميه، الشخص الموظف العام، الشخص اللي هو عنده صفة نيابية عامة. فما ينفعش أن أتناول حاجة خاصة بيه إلا إذا كان وثيق الصلة. ففكرة إثبات أنه ما نشر وثيق الصلة بأعماله، وكمان فكرة حسن النية كمان، يعني أنه أنت وأنت الصحفية بتنشري في الموضوع لازم يبقى عندك أن أنت من سيئات النية، فعشان تثبتي بقى فكرة حسن النية من عدمها وأنه المعلومات دي صحيحة أو أنت اعتقدت أن هي صحيحة، يعني هتاخدي وقت طويل جدا. وفي طبعا محكمة النقد مستقرة على فكرة حق النقد العام، يعني النقد العام للموظف العام في أحكام قضائية، وبنفتكر هي كانت موجودة حتى من قبل ثورة يوليو لغاية دلوقتي، وكان عباس العقاد بينتقد مصطفى النحاس وسعد زغلول وحكم عليه بالبراءة، يعني حكم ببراءته. يعني فكرة كمان المواد القانونية دي وثيقة الصلة بالمناخ السياسي والديمقراطي اللي موجود في الدولة. فالحقيقة لأن هو تفسيرها ضد الصحفي أو مع الصحفي بنقدر نقول أن هو في علاقة طردية ما بين أنت عندك مساحة أصلا للحريات ولا ما عندكيش. يعني حتى القضاء هو أحيانا بيبقى ملزم بالفكرة دي في تفسيره لمواد القانون واللائحة التنفيذية والمذكرة الإضاحية للقانون. فالمناخ بشكل عام حتى يا أستاذ شريف، يعني حتى المادة نفسها في مادة من المواد اللي حضرتك ذكرتها على أنها مادة تعتبر كويسة للصحفيين، وهي مادة الحصول وتسهيل عملية الحصول الصحفي على معلومة. ودي الحقيقة فعلا مادة في بدايتها أول ما تقراها كده وتشوفها من بعيد تحس أن هي مادة كويسة، أن أنا هيسهل لي الحصول لمعلومة. في نهاية المادة بيقولوا مثلا من ضمن الجمل إلا إذا كانت المعلومة طبيعتها سرية. طب أنا أعرف منين إن المعلومة طبيعتها سرية ولا غير سرية؟ مخالف القانون. شوفي، لا ده غير كده كمان في بند في القانون بيتكلم انه يعني اذا انت عشان تحصلي على هذه المعلومه خالفتي القانون. انت عندك عشرات المؤسسات في مصر تضع لها قوانين تحظر فيها في فكره نشر المعلومات للعاملين فيها او حتى للعاملين فيها للاخرين خارجها، وتضع عقوبات. يعني حتى في هذا القانون العاملين في مجلس الوطني لتنظيم الاعلام يعاقبوا بالحبس اذا نشروا حاجات خاصه بمداولات المجلس مثلا. يعني في ماده بهذا الشكل في العقوبات بتخص العاملين في مجلس الوطني لتنظيم الاعلام. فتخيلي بقى كتير من المؤسسات الحكوميه المصريه، التعبئه والاحصاء والمركزي للمحاسبات وعشرات الاجهزه الاساسيه عندها قوانين، فكره ان انت تعملي اصلا ابحاث او تعملي استطلاعات راي لازم تاخدي اذن هذه الجهه من اول ما تحطي تعملي تصميم للاستماره. يعني القانون مليان بفكره. يعني وبعدين انت بتتكلمي عن حق تلوي المعلومات، طب فين قانون تلوي المعلومات نفسه؟ يعني اذا انا اتكلمت عن تلاوي المعلومات ومش حاطط قانون لتلاوي المعلومات، يعني قانون حقيقي او قانون ديمقراطي بيكفل للصحفي ان هو يحصل على المعلومه من غير ما حد يقول له لا اصل انت حصلت على هذه المعلومه والمعلومه دي سريه بطبيعتها او ان هي ليها علاقه بدواعي الامن القومي، تمام؟ فيعني هنا في 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 فكره انه مش هيبقى في مرونه غالبا. يعني في الغالب انت بتتكلمي عن مصطلحات عامه جدا ومفضفاضه يمكن اطلاقها او حاله الصحفيين بموجبها للمحاكمه. يعني حتى فكره الحبس الاحتياطي القانون هنا اتكلم من انه ما فيش حبس احتياطي في الجرائم الخاصه بالنشر، لكن استثنى ثلاث جرائد، الطعن في جرائم التمييز او الطعن في الاعراض والتحريض، طعن في المواطنين، يعني في الاعراض بالظبط بالظبط. يعني ثلاث فئات من الجرائم. فهنا في تراجع حتى عن فكره الحبس الاحتياطي اللي كانت مطلوبه. خلينا يا استاذ شريف نروح لاحمد في هذه النقطه تحديدا. يعني ايه خطوره ماده زي كده الماده 29 اللي بتتطرق ليها يا استاذ شريف على مهنه الصحافه نفسها يا فندم؟
أحمد سمعني؟ أيوة. يعني أستاذ شريف بيحكي على المادة 29 اللي بتقول لا تجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية إلا في مواد إلا في إذا كان في تمييز أو تحريض على العنف أو طعن في الأعراض. إيه خطورة مادة زي كده زي المادة 29 على ممارسة مهنة الصحافة؟ خطورة الصحفي إذا كان بيئة عمله معرضة في أي وقت من الأوقات للحبس بمثل هذه التهم المطاطة والكلمات المطاطة، هو أولا لغى البند اللي بينص على عدم حبس الصحفي تهم النشر حبس احتياطي، فهذه المادة بتعرض الصحفي في أي وقت من الأوقات في أي بند من هذه البنود المطاطة للحبس الاحتياطي إلى أن يتم النظر فيه. فالموضوع ان انت بتخلي الصحفي طول الوقت في حاله حبس، ده الحاله الاساسيه ليه، الحاله الطبيعيه ان هو نازل يتسجن او نازل يتحبس، ما لم يعني بقت الحاله الطبيعيه ان هو هيتحبس، ده في حد ذاته اكبر يعني ضربه من ضمانات العمل الصحفي الحقيقي. بس في كمان نقطه انا عايز اركز عليها لان دي وانا بقرا القانون كانت بالنسبه لي مهمه جدا، وهي التركيز على موضوع التعصب الجهوي، ان دي تهمه من التهم اللي بيعاقب عليها القانون بالحبس. الموضوع ده انا اعتقد او اشك ان هو تم وضعه خصيصا لبعض الملفات الداخلية زي النوبة وزي سينا، ان انت اذا عملت موقع بيناقش مثلا حقوق اوضاع النوبة او اهالي النوبة او بتناقش موضوع سينا او اهالي السنوية او الاوضاع السنوية، ده بيعرضك للسجن والغرامة بمبالغ كبيرة جدا. القانون مليان زي ما نقول افخاخ او قنابل او الغام ومفخات، ان في كل بند من البنود انت معرضة للحبس. الوضع ده بالنسبة للصحفي انت بتحطي الصحفي طول الوقت معرض للحبس ومعرض للسجن، ده بيضرب في صلب وجوهر مهنة الصحافة. الصحفي المفروض ان هو محمي سجن الصحفي او حبس الصحفي، ده الاستثناء اللي احنا المفروض بنوصل له في اقصى الحالات وبعد بحكم محكمة، اللي بتقدم للمحكمة هي الجهة مش الصحفي هو اللي بتقدم بتظلم. فكل اللي احنا بنتكلم عنه ده عبارة عن ألغام بتتحط في طريق الصحفي في وضع زي اللي احنا شايفينه دلوقتي، يعني وضع إعلامي تعبان جدا ومهترئ جدا، وضع صحفي يعني شبه منتهي ويعني على وشك الانهيار. كل اللي احنا بنعمله ده يعني انا اعتقد ان النظام عايز يوصل لنقطة ان لا اعلام في الدولة، وان احنا نوصل زي ما السيسي كان بيقول او زي ما كان بيحسد الرئيس جمال عبد الناصر على اعلامه، ان احنا بنحاول او النظام بيحاول يحجم الاعلام والصحافة باكبر قدر ممكن حتى نصل الى صحافة المنشورات، ان الدولة بتنزل نشرة تعمم على كل اللي بينشر سواء كان حكومي او خاص، ما غير ذلك بيعرضك للحبس والسجن. طبعا المؤسسات الصحفية في هذه البيئة لن تستطيع جذب اي اعلانات او موارد مالية او حتى انشاء محتوى صحفي جذاب للقارئ يقدر يجذب مبيعات او يقدر يجذب عبر الاقمار الصناعية. من بيروت احمد عبدين الكاتب الصحفي، وبنشكرك عبر الاقمار الصناعية. كان معنا ايضا شريف هلال المحامي والباحث الحقوقي. شكرا لكم، شرفتونا، وزي ما دايما بنقول الصحافة مش جريمة. شكرا لمتابعتكم، ليلتكم سعيدة وبكرة أحلى بإذن الله يا رب.